عقد المرأة الحائض ما فاتها من صيام وصلاة نذر الإفادة جزاكم الله خيرا. أما الصيام فإنه يجب عليها قضاؤه لما ثبت في السنة وإجماع أهل العلم أن الحائض تقضي الصيام، وأما الصلاة فإنها لا تقضيها، لأن هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما سألت امرأة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، قالت أم المؤمنين رضي الله عنها أحرورية أنت؟ قالت لا، لكن لا سأل، يعني هل أنت من الخوارج؟ لأن عادة الخوارج هم الذين يتكلفون هذه الأسئلة التي لا داعي لها ولا فائدة منها. قالت لا ولكني أسأل. قالت كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا هو السنة، يحرم على المرأة أن تقضي الصلاة، أن هذا يكون من المخالفة لما شرعه الله سبحانه وتعالى، ومن التكلف الذي لم يأمر الله تعالى. الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. المرأة في الحال إنما تقضي الصيام فقط ولا تقضي الصلاة، وفي هذا حكمة والله أعلم. لأن الصلاة لما كانت تتكرر وكان الحيض يتكرر على المرأة صار في ذلك مشقة لو أمرت بقضاء الصلاة، فخفف الله عنها. أما الصيام لكونه لا يتكرر وإنما يأتي في السنة مرة واحدة أمرت بالقضاء، لأنه ليس عليها في ذلك حرج ومشقة. والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، يقول سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.